اختي زياد، انت الساس توقتني مسوريتن بيدن وراسو السورين، ما تسكرتها مبطي ميدناد. بسم الله الرحمن الرحيم. اركم تشكار حبادر تشكار ميد راديو فمس متواصلات متواصلات غيك اللي كل السن المغاربه ان هي العدد يمسوريت نحد العمال حد الاجره بيد نحمس المرحله يا الازمه الكورونا شكون شركات نسند المقاولات اللي خدمن بيدنت الاسباب قوتني في بيدني الا ما يبدن اجمالا بيدن اشكو مقصود باش تزيكيز تزيكيز توسع الرقعان هكاك هي اللي الانتشار هي اللي انتشار الفيروس حماس الاوسط العمال وبالتالي اللي حبيت فعلا نفكر خصها ماني كان نسكري العدد الالاف العمال اللي خدمين بيدن يلقى مشكل يلقى مشكل حتى ما زيرت وبالتالي نفكر باش نسكر هي العدد الاجراءات اللي يمكن مدنا واخا سكوس واخا يسنا سكوس حتى كما نسن ادور تفويون يخصها داس نوفر الحدود هي الحدود اللي كان معقوله هي الحدود اللي كان معقوله الدخل الدخل حماس المرحله اذا شكون تفقد الدخل نسن مد لله راني نحمس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سي ان اس اس الا درس التعويض نسن مد لله راني نحبر لا سي ان اس اس حتى نتني الا درس التعويض نسن دار مد لله راني نحراميد ولا ولور لي نحراميد مد لله يحلى سي ان اس اس نسكرين التعويض قالت 2000 درهم الشهر زائد التعويضات العائليه زائد الاستفاده من التغطيه الصحيه حماس المرحله هذه من غير ار الاخر من شهر 6 دارت 2000 درهم وانا يطفن غيلاد وانا يطفن كرات الزانين راي طمز 6000 ريال يوزن بمعنى راي لكم 18000 ريال بمعنى مش كاين 58000 ريال يعني قرب 60000 ريال يحط فوق كارن كرات الزانين هاتي راي لكم 60000 ريال تقريبا زائد التغطيه الصحيه حماس اللي بدا يستفاد حماس المرحله يعني. غويد كان ميدن للانين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سي ان اس اس الى نيات الفئه يا ضنين العدد ميدن ورنين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على كل حال لان كرويد لان حماس لا سي ان دارسن راميد دارسن راميد الى كرويد ودارسن اللي حتى راميد غوي راه دارسن نسكر 24000 ريال غوي رانا كاين اسر يتوجا رانا كيتوجاو يتوجا مورانا كا توجه اللي مقورن اللي حلان يقين خمسة دميدن خمسة ستة سفلة أرسلنا كاربعة وعشرين ألف ريال الشهر توجه اللي حلان كراد ميدن دكوز ميدن أرسلنا كا عشرين ألف ريال توجه اللي حلان غارسين ميدن أرسلنا كا ستاش ألف ريال حماس الشهر غير الشهر 4 الشهر 5 الشهر 6 هاتي بدان خلاص بدان ميدنا تستافد من غير الاجراءات اللي كل السن غير راميد هاتي بدان تستافد وين يظن راه بدون تستافد الناس ابتداء من الخميس هذا غير اشكو تصرحني هذا اللي حماس هي الموقع تسكت الوزاره اللي كان معنيه اللي هي الوزاره الماليه غير تقريبا الاجراء بالاضافه طبعا انه الكريديات اللي لاني ندار الاجراء حضر الابناك وراد تخلى وراد نتخلصنا غير سبيد بنت الابناك كل الكريديات اللي لان دار طب دار العمال ارك يحتزري الازمه يا وعاد رد يوري نخلص الا مكريس نتين مالي زلين نغد مؤسسات التعليم الخاصه د التعويض نميدن اللي قيد نتي سورين ماني كيقوى داد نميدناد لا بالنسبه لشهر مارس غير كلي كلو نسن ادباب انت الزانين اللي قراني نحمس المدارس الخاصه تخلص نحي يخفن الشهر تخلص حي سي زوارن الشهر بمعنى الشهر ثلاثه اللي يغران انت الزانين هاتي خلصت ميدنان خلصت ادبابات نحمس سي زوارن الشهر اللي بديان الشهر بمعنى ميدن اللي خدمني نحضر المدارس الاجور الشهر ثلاثه توم زنتني دار ميدن حمسنا هو اللي بمعنى اريد تفكر المعنى نعوض الشهر ثلاثه ولكن بالنسبه للشهر اربعه الشهر خمسه الشهر سته يقدر بالنسبه للدرس اللي عند الاشكالات طبعا مثلا مد اللي دار لانت الحضانات مد اللي دار الى التعليم الاول اللي تا ورا قرن حمضر غوي دورا سقرن عن بعد وبالتالي غوي طبيعي راه تشكوسن بالاضافه طبعا الى غوني الضنين الاداريين بعض الفئات على كل حال غيلا الا يا المرسوم راه دي فوغ سيمانه اللي قدام راه يفك المسؤوليه كري قالت الوزير د القطاع
راينا كيلو وزير التعليمات يغوي دشكوس ولا خدمه الى غير ذلك. القرار انا فرد بنو حرد سنه فكرت تعود، ولكن الشهر ثلاثه يبين بانه ميدنا تخلص من دار الاباء حماس البدايه الشهر. غيم كروتناد توقت الحالات توزن من غلوزينات ما تسكرت ما وسط نون افاد تحميمي اللي خدم غلوزينات. طبعا غيلاد ماشي توقت، ولكن كرا الحالات، بعض الحالات لا نتحمس اللوزينات لا نتحمس الشركات الى غير ذلك. تلايات كتين ارتفويو غن المفتشين الشغل وحدات نرترقب من بعد ارتفو نسكريات اللجان كران اللجان حمس المستويات الاقليميه المحليه قيسنت نكني التجاره والصناعه وزاره التجاره والصناعه غير نسوسعه اللجنيان يعني اللي تفويون تلاقي السلطه الوالي قيس الوقايه المدنيه قيس البوليس قيس الجدارميه قيس وزاره الشغل قيس وزاره التجاره والصناعه قيس وزاره الصحه قيس تيلي وزاره الفلاحه يحقق مناطق فلاحيه نحد المنطقه اللي حل للصيد البحري. اللجنه تقول تفويو غير تتكل المقاولات راه تزرى المقاولات مانتي انه يحافظ فما سن الشروط وانه ما فلسون يحافظ وانه يحافظ في الشروط مزيان وانه يحافظ في الشروط الصحه والسلامه راه ستينين يخص تقديت الوضع يحتيس قدا مزيان يحتيس قدا راه تقن سيمانه ياد الاخر سيمانه ياد اللي زرين يجي مراوت من شركات نقن شكون تيبين حوري ممكن تحافظ فما سن الشروط الصحه والسلامه وبالتالي راه ديورين بعض الشركات تخدمت ولكن الصحة والسلامة الأجراء ورقيس اللي اللعب رقيس نسكر الإجراءات اللي سيخصها قيس توسكيرنت هي وصلنا بيش كان نزل كان الشركات مصانع اللي رايك خدمة غير ذاتي بدان بعدها بدان العدد لا انت العدد الشركات ورقود اللي قنت لان العدد الشركات ورقنت اللي انت بعض الشركات اللي قنني ورند كراقيس انت خلصت اللائحة اللي المجالات اللي سيخصها يخدمها تيحدد وزير التجارة والصناعة ووزير الداخلية حمس يعني اللائحة حق قرار مشترك تيعلنت من مشكية وبالتالي ختين اللي قيس لانين كانت معلين هذا خدمت باستثناء وان الداري لا المشكل اللي كا مرتبط الأزمة هذا تيري بيد وخا إلا حمس اللائحة يعني. كرنت كوري تم كاروت اي مغربي. اللي سرد نحي يمسفليد الميد راديو ان المغرب غيلاد نسكري العدد الاجراءات اللي ميزن المغرب حماس نقر تمازير كله باش نحافظ فماس في تمازير نحافظ في المغاربه نحافظ في ميد حفايه المغرب اقليد تمازير نتاني زوار يفك التعليمات نس باش الاجراءات اللي تسكرين ادا مزنت غرسا نحافظ اولا فماس الصحه المغربي الانسان المغربي ثم بعد ذلك عاد نظر الاقتصاد نظر الجوانب الرياضيين وبالتالي غير هذه الاجراءات هذا الحجر الصحي اللي نسكر يحن راه باش نلكمح 20 ماي نرفع الاجراءات ندنيو الحالات العاديه الحياه العاديه على الاقل بشكل متدرج يخصا ميدنا دغامان حتى كومانسن ميدنا دغامان حتى كومانسن دور تفويوغ الا حيقى ضروري دميدن ادسكر شروط الصحه والسلامه شروط الصحه والسلامه ما امكن ادحاول ميدنا تنتسكر باش يحتينا ربي 20 مايا نرفع 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 الحجر اللي لان باش ميدنا تفوغ نديوري الحياه تتقعد ان شاء الله.